السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي هي المهلبية التركية. المهلبية التركية كتختلف عن المهلبية العادية، يعني كتكون كريمية أكثر، كتكون زوينة بزاف، يعني فهي وصفة سهلة وسريعة التحضير وكتجي لذيذة بزاف. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نستعملوا فيها الزبيب للتزيين، وعندنا هنايا الكوك، وعندنا اللوز والبيستاج مرمش، غنستعملوهم هادو للتزيين. بالنسبه للمهلبيه غادي نستعملوا فيها نص كاس ديال الدقيق، وعندنا جوج المعالق كبار ديال النشا مايزينا، وعندنا كريم شانتي اللي غنطربوه معاهم، وعندنا لتر من الحليب، وعندنا 50 غرام ديال الزبده. طريقة التحضير ديال المهلبيه التركيه، غادي ناخذوا هذوك جوج المعالق ديال النشا، جوج المعالق ديال النشا هنايا، نضيفوا ليه نصف كاس ديال الدقيق اللي كنستعملوه في الحلويات، الدقيق الممتاز، وغادي ندخل فيه نص او لتر من الحليب، لتر من الحليب ونخلو كامل هنايا، المهلبية التركية كتجي تقريبا كلنا كنعرفوا بأن المهلبية العادية كتكون فيها غير النشا، كتكون فيها جوج مكونات النشا والحليب، أما المهلبية التركية كيكون فيها كتكون شوية كريمية على نخلطو هاد المكونات الدقيق والنشا مزيان مع الحليب باش ما نضيفو ليه السنيدة، نديرو جوج المعالق كبار، عندي هنا معلقة صغيرة شوية، ونزيد مزال السنيدة، غادي نحركو الخليط ديالنا مزيان حتى يبدا يتماسك ويكتر لنا شوية، وديك الساعة غنضيفو كريم شونتي. كما كتشاهدو معنا هنا المهلبية ديالنا بدات كتحتر هنايا معنا، بدا داك بدات كتعقد، كما كتشوفو نقصنا عليها البوطة باش ما تحرقش لينا ديك المهلبية. اللول كنا درناها على نار متوسطة، ودابا نقصنا عليها الوضع باش ما تحرقش. بالنسبه للمقدار ديال النشا، تقدر الى ما الى شتيها باقا ما عقداتش ولا شي حاجه تضيف النشا، يعني ما تضيفوش عليه ديريكت، يعني سخون ديفها ديريكت على المهلبيه، يعني خصك ديرها في كاس صغير وتزيد عليها شويه الماء بارد وتحرك، وديك الساعه تقدر تخويه هنا على المهلبيه باش يعقد لك مزيان. كما كتشوفوا هنا بدات كتعقد لينا المهلبيه، غادي نضيفوا 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الزبده غادي نضيفوها، نحركوا الخليط ديالنا مزيان باش هذيك الزبده اللي عندنا تدوب. كما كتشاهدوا معايا الزبده هنايا بدات كتدوب، من بعد ما وجدت لنا المهلبيه ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا
القوام ديالها كيفاش جا، يعني كتجي خاطره. غادي نخويوها في المول ديال هي. كما كتشوفوا خاطره. هنا غادي نضيفوا هنا الساشيه ديال كريم شونتي، نضيفوا على الخليط ديالنا باش نضربوا باش نحصلوا على الكريمه كامله ديال المهلبيه اللي حنا بغيناها. هنا كتشاهدوا معايا كريم شونتي. نطربوا الخليط ديالنا تما. عطينا واحد الخليط متجانس، يعني خشينا ما طلبناش مع الحليب، درنا ديريكت مع هذيك الخليط ديال المهلبيه. فغنطلبوه مزيان باش نحصلو على الكريمه. من بعد ما وجدات المهلبيه ديالنا كما كتشاهدوا الشكل ديالها كيفاش ولا، غادي نخوم في الكيسان ديالنا. كتجي رائعة جدا، يعني كتجي حسن من المهلبية العادية اللي كنديرو فيها غير النشا والحليب. كتجي أكثر بحال الكريمة، كتكون كريمي أكثر. هانتوما كيما كتشوفو، غادي نخوو في الكيسان ديالنا. من بعد ما وجدت المهلبية ديالنا كما كتشاهدوا معايا، غادي نزينو طريقة المهلبية اللوز بالبيستاش. تقدرو تزينو بأي حاجة عندكم في الدار، ماشي مشكل. أنا فضلت هنا نزين اللوز بالبيستاش، نزينو إن شاء الله. غنضيفو الكوك حتى هو شوية ديال الكوك. هاهي المهلبية ديالنا واجدة، غندخلوها في التلاجة لمدة تقريبا 20 دقيقة حتى 30 دقيقة في التلاجة فيهو، غتكون واجدة. كما كتشوفوا معنا الشكل النهائي، اننا درنا ليها الكوكا ودرنا ليها اللوز والبيستاج والزبيب والكوك، شوية ديال الكوك كما كتشاهدوا. تجي رائعة جدا، جربوا الوصفة غادي تعجبكم بزاف.
نتمنى ان تكون عجبتكم وصفه اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.